بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل كل شيء بودي أن أوجه تحية إلى الرفقاء الأربع الذين كان لي الشرف أنهم أحيينا مع بعض، إحنا خمسة هذا العرس الانتخابي. إذن تحياتي لهم الخالصة، وأتمنى لهم إن شاء الله كل النجاح في المسار السياسي تاعهم. ها هي قد انتهت الانتخابات وحان وقت العمل لتكريس الالتزامات وكل ما سبق وصرحت به خلال الحملة الانتخابية بلا تهميش ولا إقصاء وللم الشمل دون أي نزعة للانتقام كما يروج لها هنا وهناك، بل على العكس تماما سأعمل جاهدا على الجمع بطي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية جديدة وأخلاق جديدة ومنهجية جديدة. وبهذه المناسبة أوجه شكري لكافة الشعب الجزائري وبخاصة الشباب الذي تأثرت كثيرا بحماسه الفياض وثقتهم في شخصي المتواضع وكافة فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مجددا التزامي مرة أخرى للشباب بأن أنحاز دوما لهم بالعمل على إدماجهم الفعلي في الحياة السياسية والاقتصادية ولتمكينهم من استلام المشعل. كما لا أنسى بهذه المناسبة الانتخابية تحية لمن صوتوا لغيرنا والذين قاطعوا العملية الانتخابية محترمين مواقفهم وخياراتهم، ولهم مني التحية. ومن خلال هؤلاء الشباب أتوجه مباشرة للحراك، الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك، إذن ومن خلال هؤلاء أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط. هذا الحراك الذي انبثقت منه آليات الحوار وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مما أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري. وعلى هذا أحيي تحية خالصة لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وعلى رأسه قيادته الرشيدة والمجاهدة وأخص بالذكر الفريق أحمد قايد صالح. قوات الجيش التي سيرت الأحداث بحكمة وحنكة وتبصر والحماية المطلقة للحراك دون أن أنسى كافة أسلاك الأمن، فكفانا فخرا بكل هؤلاء
إذ بعد 10 أشهر من مظاهرات ومسيرة لم تزهق قطرة دم واحدة من الدم الغالي الجزائريين، لم تسحق قطرة واحدة من دم الجزائريين والجزائريات الدم الغالي، رغم أنف كل من كان يخطط في الظاهر أو في الخفاء في الداخل أو في الخارج للقضاء على الدولة الجزائرية وحلم شهداء الأبرار والوطنيين الأحرار، حلمهم ببناء دولة نوفمبرية وطنية لا يظلم فيها أحد، مطهرة من المال الفاسد والمفسدين، ومواصلة محاربة العصابة وأذنابها أينما كانوا. وددت أيضا التعبير مرة أخرى عن احترامي وتقديري الخالصين لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، جزاه الله عنا خير وعن الجزائر لما تحمله من تجريح واستهداف، وهو الذي كرس حياته بكل تواضع في خدمة هذا الوطن المفدى. ومنه إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي، ومن خلاله إلى كل أعضاء الهيئة في الداخل وفي الخارج، والتي في ظرف وجيز جدا جسدت وجودها وتسييرها لانتخابة حرة ونزيهة. وأوجه كذلك تحياتي الخالصة لرجال أعمال شرفاء، أقول رجال أعمال شرفاء خالق الثروة ومناصب الشغل والمدعمين لميزانية الدولة عبر التزامهم الدائم بدفع مستحقات الخزينة العمومية من ضرائب ومستحقات أخرى، إذ أؤكد لهم اليوم بأنهم جزء لا يتجزأ من الجزائر الجديدة، لأنهم مساهمين في صنع مجدها. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أحيي المرأة الجزائرية الصامدة مجدداً، المرأة الجزائرية الصامدة مجدداً لها التزامي لها بحمايتها والدفاع عن حقوقها الكاملة، عاملة كانت أم ماكثة في البيت. وتعهد أيضاً أمامكم كما سبق وتعهدت به لإعادة الجامعة لمكانتها الرائدة للمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، وأن تكون هي القاطرة لقيادة كل تطور ونمو. وأجدد التزامي لكل فئات المجتمع التي لا تزال تطالب بمستحقاتها المعنوية والمادية من أجل عيش كريم، سواء كانوا متقاعدين أو معطوبين أو مفصولين، دون أن أنسى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ألتزم معهم ببذل قصارى جهدي لتمكينهم من العيش الكريم. وفي الأخير أحيي تحية خالصة كل أفراد جاليتنا في الخارج لما تحملوه من معاناة، وهم مشكورين على ذلك، وهذا دليل قاطع على روحهم الوطنية العالية. وفي الختام، وقبل أن أفسح المجال لأسئلتكم، أقول فقط تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم.
تفضلوا تفضل. تفضل شكي باش. عندي ثلاث أسئلة لكم. ما راشي مشي الميكرو. فخامة الرئيس. أنا هنا. أنا منه. تفضل. ثواني سيد رئيس. فخامة ثواني سيد رئيس. ماشي شوف. فخامة الرئيس. ثواني. لا. السيد الرئيس. بلال كباش شروق نيوز. اولا عندي ثلاث اسئله لكم السيد الرئيس. اول سؤال هو ما هو اول قرار سيتخذه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون؟ السؤال الثاني يتعلق بتصريح للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، قال انه احيط علما بانه تم اختياركم لرئاسه الجزائر من طرف في الدور الاول، وكذلك انه ليست له صفه لكي يعطيكم نقاط ايجابيه او يتحدث عن نقاط سلبيه او يعلق على انتخابكم كرئيس الجمهوريه، ولكن قال فقط اتمنى انه يكون هناك حوار بين الرئيس او بين السلطه والحراك الذي لم تشهده الجزائر منذ 1962، بدون ان يهنئ رئاسة او يهنئكم بتوليكم رئاسة الجمهورية. السؤال الثالث يتعلق، انتم قلتم الان في كلمتكم انكم توجهون او تمدون يد الحوار مع الحراك، هل سيكون هناك كذلك حوار مع الطبقة السياسية وكذلك حوار مع الأربعة الذين كانوا معكم في منافسة الرئاسية؟ شكرا لكم. شكرا. نفضل نجاوب هكا باش ما تكررش الأسئلة. أول قرار، أنا التزمت أن في الأشهر الأولى لازم أن الشعب يشعر بالصدق في الالتزامات. أول التزام مع الحراك ومع الجزائريات والجزائريين هو أننا نمشي بسرعة نحو التغيير، وما يجسد التغيير هو الاتجاه الجديد للجمهورية الجزائرية عبر الدستور. إذن تغيير عميق للدستور مع كل من يهمهم الأمر، وعن قريب جدا إن شاء الله سأدعو العائلة الجامعية وأساتذتنا في القانون الدستوري والطبقة المثقفة وكل من يهمهم الأمر في المشاركة في إثراء الدستور. ثم بعد المسودة الأولى للدستور تطرح للنقاش في الداخل وعند جاليتنا في الخارج، ثم يطرح لاستفتاء شعبي. مر الاستفتاء شعبي، لما الشعب يوافق على الدستور الجديد نكون دخلنا حقيقة في الجمهورية الجديدة. القانون الثاني ما بين الأولويات، القانون الثاني هو قانون الانتخابات، وسبق لي وصرحت أن قانون الانتخابات اليوم ما أصبحش يؤدي ما عليه للوصول إلى مؤسسات منتخبة فعالة في الميدان لها المصداقية الكاملة لأخذ القرار. إذن سيكون فيه قانون انتخابات جديد، وأتمنى إن شاء الله أن نوفق كلنا في هذا القانون ونفصل نهائياً المال عن الانتخابات، لأن كما قلت هذه فرصة للشباب وبالأخص الشباب أن يتقدموا للانتخابات على مختلف المستويات، وإن وفقت إن شاء الله ستكون المصارف
تاع الحملة الانتخابية تاع هاد الشباب على عاتق الدولة، حتى لا يستغلهم أي كان بماله أو غير ماله، وبالتالي نوصل إلى طبقة سياسية تاع شبابية إن شاء الله. بالنسبة كذلك ما بين الأولويات هي رفع الظلم، رفع الظلم عن من ظلموا من طرف العصابة. نرجعوا لهم حقوقهم إن شاء الله، إن كان قانونيا فمن خلال مطالبتنا أو طلبنا للقضاء بمراجعة ما لازم يراجع لما تكون فيه ظلم من طرف العصابات. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش، هو حر يسوق البضاعة اللي يحب في بلاده، وأنا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا بالشعب الجزائري. فيما يخص الحوار مع الطبقة السياسية، أنا متفتح تماما للحوار مع كل من له نية إطفاء نار الفتنة والفرقة والتفرقة أيا كان. أنا مستعد للحوار معه، ومستعد للحوار مع إخواني الأربعة إن كانت لهم نظرة في هذا الميادين، مرحبا بهم. رشا دريدي. مساء الخير. مساء الخير سيدي. أولا أهنئكم. مساء الخير. أولاً رئيس بهذا الفوز الكاسح بأعلى منصب في البلاد، إذن كما ذكرت حققتم فوزاً كاسحاً رغم محاولات متكررة لتعطيل حملتكم الانتخابية، إضافة إلى خطرات كثيرة رفعها مراقبوكم في عدة مراكز. أولاً ما تعليقكم حول هذا الأمر؟ ثانياً الشعب اختاركم لخبراتكم في التسيير، نزاهتكم ولبرنامجكم الواعد، هل يحتوي برنامجكم على آليات النهوض السريع للاقتصاد الوطني؟ شكراً. شكرا. اولا ما انا ما نعلقش، لان اليوم اعتقد ان كل الامور تقيم بخواتمها وختامها مسك اليوم الحمد لله. ما جرى فهذاك من شأن مؤسسات اخرى. بالنسبه للاقتصاد، ما هو بالطبع ما بين الأولويات النهوض بالاقتصاد ووضع حد لتقهقر الاقتصاد والقدرات المالية للبلاد. هذه ما بين أولوية الأولويات، لأن ما نقدرش نمشي إلا بالسياسة ونسمح في الاقتصاد، لأن اليوم كثير من المواطنين متخوفين على القوت اليومي نتاعهم، متخوفين على المرتبات نتاعهم، متخوفين على المصير نتاعهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في ظرف قصير توضع اليات اللي تخلي الاموال تاع الدوله ترجع ليها في الداخل وفي الخارج. نعطيكم فكره، فقط فكره بسيطه من الناحيه الاقتصاديه، لو تحكمنا في الاستيراد، ولما نقول نتحكم في الاستيراد راني التزمت ونلتزم من جديد أنني لا أحرم أي جزائري من أي شيء في خاطري، معليش. ولكن العبرة ما راهاش في الاستيراد نتاع حاجيات المواطن، سواء كانت حاجيات أولية أو كمالية، العبرة راها في تضخيم الفواتير. تضخيم الفواتير راها كارثة بالنسبة للاقتصاد الوطني. لما نتحكم في تضخيم الفواتير
رانا ربحنا بالاقل 20-25% من ميزانيه الاستيراد. وهلما جر من ربما قرارات ناخذها في هذا الميدان. فيه قرارات اخرى، فيه ناس ما دفعوش ضرائب، فيه 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 فيه، ولكني مانيش في سياسه تاع تخويف ولا سياسه، رانا في سياسه تاع تقويم، والتقويم يكون تلقائي. وانا متحقق باللي فيه كثير من الجزائريين اللي مستعدين يدفعوا شي اللي عليهم. كاش هنا سيد الرئيس؟ تفضلي تفضلي. أمينة بالنبي قناة النهار. سيد تبون، بداية يمكن الخطوات المقبلة هي تعديل الحكومة، هل ينوي سيد تبون الإبقاء على بعض الوزراء في الحكومة الحالية؟ وهل ستكون تشكيلة الحكومة فقط من الأحزاب أو الجمعيات المساندة له، أم يفتح حكومة توافقية للأحزاب المعارضة له، وكذا يمكن الأحزاب اللي دخلت معاها السباق الرئاسي؟ ثانيا سيد تبون، في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية يمكن قيادة الأفلان شرعت أو نوت في دعم منافسكم عز الدين ميهوبي. سيدي اليوم، هل ينوي عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إبقاؤك عضو لجنة مركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أو نرى السيد عبد المجيد تبون ينشئ حزبا جديدا يمكن أنه يكون مولود حزب السلطة؟ شكرا. نجيبها لك من الآخر كما يقولوا الإخوة المصريين. ما هوش في نيتي أبدا أن أخلق أي حزب أو أي حركة سياسية. أولا، المهمة نتاعنا الأساسية هو استرجاع هيبة الدولة ونزاهة الدولة ونظافة الدولة ومصداقية الدولة لدى الشعب، هذا هو الأساس. بالنسبة لساند ولا ما ساندش هذيك أمورهم، أنا ترشحت باسم المجتمع المدني والشباب والمعوزين. ما هوش في نيتي باش نخلق حزب. بالنسبة للحكومة، نتمنى التوفيق من الله عز وجل، وانتم تعرفوا باللي أصعب مهمة هو تعيين حكومة، لأنها تفوت في المجهر نتاعكم ونتاع المجتمع ويشوفوا لا كان فيه تغيير لما فيش. نتمنى إن شاء الله باش يوفقني الله عز وجل، وتكون لكم المفاجأة السارة أن أول مرة تشوفوا مجموعة من فتيات وفتيان تاع البلاد 26-27 سنة وزارة إن شاء الله. محمد عمر ميلايني سيد الرئيس. محمد عمر ميلايني شروق نيوز على اليسار. سيد الرئيس على اليسار. محمد عمر ميلايني شروق نيوز. طبعا أتمنى أن يكون هناك تقليد للرئيس الجديد الجزائري في عقد ندوات صحفية، ونتمنى أن لا تكون الأخيرة. وصلت ثالثا ووضعت صوتك باليد اليمنى، من هي الدولة الأجنبية الأولى التي سيزورها سيد الرئيس بعد الجلوس على كرسي الرئاسة؟ شكرا. شكرا. إلى فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية، أنا مضطر نمشي، وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله. لأني التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي. سيد الرئيس، نور تحمانية، تلفزيون الجزائري. بما أنكم سيد الرئيس وعدتم أن الدستور من بين أولوياتكم، هل سيد
سيتم تمرير هذا الدستور من خلال الدستور الجديد من خلال البرلمان أم سيكون باستفتاء شعبي؟ ثانيا، هل ستحتفظون بهذا البرلمان إلى غاية نهاية عهدته؟ شكرا سيدي الرئيس. كل شيء ممكن إلا التكهنات في السياسة، سياسة، ظروف، إجراءات. ما نقول لك لا المجلس يواصل ولا ما يواصلش حسب ما تقتضيه الظروف. بالنسبة للبرلمان بالطبع يعني البرلمان من شأنه أنه يناقش الدستور، ولكن الموافقة تكون من طرف استفتاء شعبي. أنا قلتها في البداية، حتى تكون له الشرعية القوية اللازمة لتلزم كل الناس بالدستور، لأن تكون فيه تغييرات في الدستور. دستور يكون في بعض الأحيان نظري لما الناس تهتم بالدستور من بعيد أو كجامعيين، ولكن لما يحتك بالواقع مثل ما صار للدستور تاعنا وجدنا فيه ثغرات لما تسيرش وضع من الأوضاع اللي محتمل أنه يصير بالبلاد، لازم تغيير، لازم تغيير حتى نبعد كل أخطار على الوطن، وثاني حتى نقلص من صلاحية الرئيس، حتى نخلي المؤسسات توازن بين المؤسسات، مختلف المؤسسات تلعب دورها إن شاء الله. سيد الرئيس، أسامة تحمون لقناة البلاد، وراكم على اليسار سيد تبون، تفضلي. فريدة شراد، موقع أوراس. تزامن إعلان فوزكم بالانتخابات الرئاسية اليوم مع استمرار الحراك الشعبي والمسيرات السلمية في عدة ولايات في الوطن، كيف ستتعاملون مع الحراكيين الذي معظمهم يرفض كان رافض للانتخابات الرئاسية؟ ثانيا سيد تبون، صوت عليكم حوالي 5 مليون ناخب من أصل 24.5 من الهيئات الناخبة، أي ما يعادل 20%، هل هذا سيؤثر على تطبيق برنامجكم الذي اقترحتموه خلال الحملة؟ شكرا. عملا بما يجري على مستوى الكرة الأرضية بدولها الديمقراطية والشمولية وغيرها، النسبة المئوية ما تأثرش في الشرعية أولا، زايد نسبة مئوية محترمة 58% بالنسبة لإخوان لأدلاو بالأصوات نتاعهم. ثالثا، الحراك، راني قلت ونزيد نكرر أني مستعد للحوار مع الحراك مباشرة، ومن خلال من يختارونه للحوار حتى نرفع اللبس على كثير من الأمور، وحتى نرجع ثقة لبعضنا بعض بأن نيتنا حسنة، والله يشهد على ذلك أننا نمشي في جزائر جديدة. ما تفهم، لازم الإخوان والأخوات اللي في الحراك يتيقنوا بأن ما فيش استمرارية للعهدة الخامسة، ما فيش استمرارية للتصرفات السابقة. إذن إذا كانت تبقى تعيط لهيه وأنا نعيط منها وما نسمعوش بعضنا بعض، ما قدروش نبنو مستقبل جديد لهذه البلاد وهذه الشبان. إذن الحوار والحوار والحوار ثم الحوار. سمع تحمون لقناة البلاد. تتحدث منذ قليل أن أولى أولوياتك هي تعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات إلى غير ذلك، هل بعد مراجعة قانون الانتخابات سيستدعي عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة لانتخابات محلية وتشريعية مبكرة، نظرا لما كنا نعرفه أن هذه الانتخابات تشوبها الكثير من التلاعبات من تزوير إلى غير ذلك، ونعرف كيف تم تنصيب هذه المجال سواء المحلية أو المجلس الشعبي الوطني غير ذلك؟ في شق آخر، أنت تحدثت منذ قليل أنك ستقتص للذين ظلمتهم العصابة، اليوم العصابة بالمحاكم تحاكم بسبب قضايا فساد، هل سيراجع عبد المجيد تبون قانون مكافحة الفساد لتستمر المحاكمات بشكل عادل في المستقبل؟ بالنسبة لقانون الانتخابات، في حالة ما نصل إلى ما نصبوا إليه من تغيير والوصول إلى نزاهة الانتخابات ووصول إلى المراكز القيادية للمنتخبين على مختلف المستويات، أكيد هذا ما يتماشاش مع الشيء اللي راه موجود اليوم.
إذن مجرد ما يتوفر لنا قانون جديد للانتخابات تحل المجالس ونعود إلى انتخابات أخرى نزيهة أكثر نزيهة أكثر. طبعا المدة الزمنية أنا نتمناها أقصر مدة، ولكن الظروف في بعض الأحيان تمدد شوية الوقت ولا. على كل حال احنا نيتنا هذه هي. بالنسبة للقانون مكافحة الفساد سيبقى ساريا المفعول، وسنواصل مكافحة الفساد والمفسدين. وشكرا. آخر سؤال. فادية بالمنصور. فادية بالمنصور من قناة الهجار. إذا سؤالي هو ما هي أولى الخطوات التي تنوون القيام بها بعد دخولكم قصر المراضية، وهل يمد الرئيس الجديد يده للمعارضين؟ والسؤال الثاني هو أن المواطن خاصة هو متخوف من العفو الرئاسي بالنسبة للأشخاص موجودين داخل السجن. شكرا. أنا سبق لي وقلت، قلت للفساد ما فيش عفو رئاسي، الفساد لا يقبل العفو الرئاسي. بالنسبة للأمور الأخرى اللي أخف اللي عندها طابع نوعا ما اجتماعي سياسي، لا بالتشاور مع كل الإخوان نشوفوا لهم حلول إن شاء الله بحول الله. أما السؤال الأول راني جاوبت عليه ثلاث مرات. Monsieur le Président, une question pour les Algériens de France. Bonjour Monsieur le Président, Tarek Mami, Radio France Maghreb, Paris. Vous avez salué, excusez-moi de poser la question en français, vous avez salué donc les Algériens qui ont souffert pendant cette campagne et pendant ces élections. Ces mêmes Algériens ont plusieurs préoccupations que je résumerai en trois lignes, trois mots. L'abolition de l'article 51. Le rapatriement des personnes de nationalité algérienne décédées à l'étranger, le tarif du transport aérien et maritime qui est très cher, et un ministère ou un secrétariat d'État pour les Algériens de l'étranger. Est-ce que ces trois demandes, Monsieur le Président, font partie de vos préoccupations prioritaires? Merci, Monsieur le Président. Tout à fait. Tout à fait, je m'engage. Peut-être que certains vont dire qu'il n'est pas encore officiellement installé comme président. Mais je peux m'engager ne serait-ce que comme futur président. Moi, je m'engage, chauffe le Massarif, les frais de rapatriement des dépouilles de nos Algériens ne coûtent rien. C'est de la procédure et c'est de la bureaucratie. Je m'engage à créer un fonds spécial au niveau de la présidence de la République pour le rapatriement gratuit de tous les Algériens qui meurent à l'étranger. سيد الرئيس، بالحديث عن رموز العصابة وبالحديث عن سجناء الحراش، ربما أموال طائلة سرقت، ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ نوريك الخطة نتاعي أنا. أعطيك هذه، خليها علي أنا. شوف، مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لا كونتر خطة. الله باكيش. بلال يوسفي، قناة نوميديا. سيد الرئيس، بلال يوسفي، قناة نوميديا. سيد الرئيس، ربما تكلمت عن عديد الوعود في الحملة الانتخابية، منها ربما الشباب. هل سنرى ربما البرلمان سيحل البرلمان أم لا؟ وهل نرى عنصر الشباب بقوة في البرلمان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ربما بخصوص الحراك الشعبي. نحن نشهد ربما حراك شعبي الآن، ما هو موقف الرئيس القادم؟ هل هناك حوار وطني لتكملة كامل تلبية كامل المطالب الشعبية؟ شكرا. شكرا. راني جاوبت في الحقيقة، أنا جاوبت على الحراك، راني جاوبت ثلاث مرات، قلت الحوار ثم الحوار ثم الحوار. لازم نتحاور مع بعضنا بعض كجزائريين، سواء كان في الحراك ولا غير الحراك. أنا ألتزم معاكم بحاجة،
عمري ما انفرد بالرأي نتاعي في أي شيء كان، لازم الحوار. إذن معليش في بعض الأحيان فيه سوء تفاهم، في بعض الأحيان فيه عزة نفس اللي تخلي الإنسان ما يتراجعش، وفيه. إذن الحوار يبسط هالأمور ويخلينا نمشي. ولا بالنسبة للشباب أنا قلت والتزمت، ماشي مرة ماشي مرتين، أنا يعني في شهر ونص في كل خطب نتاعي ملتزم مع الشباب بأن نسلم لهم المشعل. وقلت بالعبارة أن أعتبر نفسي همزة وصل بين جيل وهاد الشباب، نسلم لهم، يكونوا منهم وزراء، يكونوا منهم نواب، يكونوا منهم رؤساء مجالس بلديات، يكونوا منهم رؤساء مجالس ولايات، ونخلق طبقة جديدة بدون ما نقصي الكبار، بدون ما نقصي الآخرين، ولكن بالأقل نعطيهم الفرصة باش يبدوا يمارسوا، لأن هما لهاليهم هما الأغلبية. بالنسبة للمجتمع المدني، باش نجاوبك المجتمع المدني، لأن أنا مرشح المجتمع المدني. المجتمع المدني اليوم أنا سبق لي وقلت أن فيه جمعيات في المجتمع المدني اللي أقوى بكثير 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 من أحزاب، نعطيها الصبغة نتاعها ذات منفعة عامة وتكون عندها الميزانية نتاعها. صحيح تبون بعد تبوسو. صحيح حجي الحوار الجزائرية. نعم سفيان حجي الحوار الجزائرية، عندي سؤال أو سؤالين لك سيد الرئيس. سيد الرئيس، هل ستعرض على المترشحين الأربعة الذين تنافسوا معك على كرسي الرئاسة أن يكونوا شركاء في الحكم أو الحكومة؟ ثانيا سيد الرئيس، فستتعامل مع منطقة القبائل خاصة أنهم قاطعوا الانتخابات الرئاسية؟ ولن نال انتخبك إلى الشعب على أساس البرنامج نتاعك، اللي متقبل من الإخوان البرنامج نتاعي اللي قبله الشعب وصوت عليه الشعب مرحبا به، اللي عنده برنامج معاكس ما نقدروش نمشي مع بعض. بالنسبة لمنطقة القبائل سبق لي وقلت، ولما نتكلم على منطقة القبائل نتكلم عليها بشعور خاص لما أكنه من محبة ومودة لكثير منهم ونعرفهم. سبق لي وقلت الانتخابات فاتوا، اللي صوت الله يكثر خيره، اللي ما صوتش ما عليش، شارك ما شاركش، اليوم الجزائر تتسع إلى كل الجزائريين، كل نشاركوا مع بعض في بناء الجزائر، ننسى الماضي نفوت الجزائر الجديدة بدون إخصار أي كان. السلام عليكم سيد تبون، نذير مساوي من قناة الجزائر تي في. سيد تبون، قد اعتذرتم سابقا أنكم لم تزوروا ولاية بجاية وتيزي وزو أثناء الحملة الانتخابية، هل ننتظر زيارة في القريب العاجل من طرف سيد تبون لولاية بجاية وتيزي وزو؟ سؤال ثاني، ماذا عن حرية الصحافة خاصة مع تغطية الحراك الشعبي إن استمر؟ شكرا. والله العظيم لا بودي ونقسم لك بالله إلا متشوق لزيارة تيزي وزو بجاية، تشوق كثير 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 كثير. من تسمح الظروف ونتلاقوا كأشقاء إخوان إن شاء الله الأمور يعني تسهل وما هيش بعيدة ما هيش بعيدة. ثانيا بالنسبة لحرية الصحافة، أني قلت أنا شخصيا مع حرية الصحافة إلى أقصى حد، كما سأحارب بشراسة كل الأمراض اللي ممكن تدخل في حرية التعبير، تجريح، الكذب على الناس، تشويه
عائلات محترمة إلى آخره إلى آخره. هذا حرز الله. تفضل سي حرز الله. شكرا سيد الرئيس. عجبتني انك ستهتم بالشباب، خساره من الشباب والا طلبت منصب معك، لكن سابقى في الاعلام. سيد الرئيس، حبينا نعرف في السياسه الخارجيه وعلاقتك بدول الجوار، المغرب مثلا قلت في حملتك انه يجب ان يعتذر اولا قبل البدء في الحديث عن اي تطبيع او اي فتح للحدود مثلا المغلقه منذ عام 94. حبيت نعرف فقط ما هي استراتيجية السيد عبد المجيد تبون في السياسة الخارجية دول الجوار والعلاقات العربية. شكرا جزيلا. ربما سي حرز الله راك شعرت من خلال مختلف تدخلات تاعي أنني حساس إلى أقصى درجة لما تعلق الأمر بالسيادة الوطنية. ما نغفر حتى الواحد للتدخل أو للمس بالسيادة تاعنا. فيما يخص الأشقاء المغاربة، أنا قلتها، الشعب المغربي نعرفه مليح ونعرف اللي يحب الجزائر ويحب الجزائريين، والجزائريين يحبوا الشعب المغربي لأن الشعب ظريف. فيه ظروف ما تغلقت من أجل الحدود، وزوال العلة لا يزول إلا ولا تزول العلة إلا بزوال أسباب العلة. هذا ما كان، ما تبقى من علاقات الجزائر دولة محورية إفريقية متوسطية عربية من القادة نتاع العالم الثالث. إذن احنا اللي حب ودنا نودوه، واللي حب عكس داك الشيء ثاني احنا رانا نعرفوا في الدنيا. المعاملة بالمثل، معاملة بالمثل والند للند. ولا واحد في هذه الكرة الأرضية ينجم يدعي بأن عنده وصاية على الجزائر، أبدا أبدا. إذن إخواني، نظن الأسئلة بدأت تتكرر بنفس الشيء. هيا روحي أنت، روحي تفضلي. سيد الرئيس، ريما حجوطي من إذاعة الشباب جيل فام. من المتعارف عليها سيد الرئيس في التقاليد السياسية أن المئة يوم الأولى من عهدة أي رئيس جديد تتميز باتخاذ قرارات كبرى. ما هي القرارات الكبرى التي سيتخذها الرئيس المنتخب تبون خلال المئة يوم الأولى من عهدته؟ سمحي لي، أنا من يطرحوا لي سؤال نسمع، ولكن من نجاوب ما تسمعونيش. هراني قلت قاع واش غادي ندير. شكرا لكم، ونعاود نتلاقوا في مناسبات أخرى إن شاء الله.